ازاي يبقى فعلا الاب والام قدوه، قدوه مش بالكلام، قدوه بالفعل، بالتصرفات، بالسلوك. انت عارفه حضرتك من فضله القلب يتكلم اللسان. فاحنا سلوكياتنا اللي بتحصل دي نتيجه ايه؟ نتيجه افكار ونتيجه مشاعر بيطلع بعدها سلوكيات. يمكن في نموذج خلينا نشبهه كده بعلامه مرسيدس، يقول افكاري بتولد مشاعر، ومشاعري دي بتطلع بعد كده سلوك، وتبقى دايره بتمشي بالشكل ده. انا لو جالي فكره، الفكره دي اللي انا الظروف اللي موجوده حاليا والوضع اللي في المجتمع، وانا مش هعرف ازاي هعرف اعيش وازاي اعرف اصرف على بيتي، يبتدي مشاعري يجي لها، يبقى في مشاعر قلق، مشاعر اضطراب، مشاعر حزن. سلوكي يبقى عنيف مع اولادي وازعق. لو انا الفكره دي جات لي خدتها بشكل ايجابي وقلت لا، ازاي انا اللي كان واقف معايا امبارح هيقف معانا بكره، هيقف معانا في المستقبل، يبقى مشاعري فيها فرح، فيها اطمئنان. سلوكي هيبقى سلوك فيه سلوك هادئ، سلوك لطيف مع اللي حواليا. فكلامي لو انا كلامي ايجابي وتصرفاتي ايجابيه، ولادي هيطلعوا ايجابيين، عندهم ثقه بالنفس، عندهم صوره ذاتيه سليمه عن نفسهم. لو انا كلامي سلبي وتصرفاتي سلبيه، هخلي اولادي على طول عندهم، يعني ما عندهمش ثقه بنفسهم، عندهم صوره ذاتيه سلبيه عن نفسهم.